روما الراجل بيلعب بيها على طول. النهارده رجراجي قال ان هو كان بيلعب مصاب برضه. هو في لقطه جت قبل المباراه بعد ما عملوا الاحماء خرج علشان خاطر ربطوا له رجله بيلعب ورجليه مربوطه لانه من المباراه اللي فاتت تم تبديله. طيب نرجع بقى لسؤالك تاني. لما تيجي تقول يا كريم انه انا مش لاقي نجم مش عارف اقول مين النجم اوتوماتيكلي لازم تقول ان المدير الفني هو النجم. لازم تروح تقول طالما المجموعه دي كلها ظاهره بالشكل ده لازم تقول ان المدير الفني هو النجم. طبعا. كيف طور وليد الرجراجي النهارده اداء المنتخب المغربي؟ كيف حول وليد الرجراجي المنتخب المغربي من سلاح دفاعي فتاك لسلاح عنده القدره والتطوير الهجومي؟ وليد الرجراجي النهارده عمل كل حاجه ايجابيه ممكن تتعمل وانا بلعب في الميديوم بلوك ديفنس او اللو بلوك ديفنس. وازاي اعمل الترانزيشن؟ نفرج بقى نجيب الحالات بقى. طبعا يستحق وليد الرجراجي والله اهم من صور المباراه يستحق وليد الرجراجي انه يعرض له هذه الصور الصوره اللي انت اتكلمت عليها كريم هيدي دي بس جت في النص اهي. ده ال 4-1 4-1 والميكس العظيم اللي عامله ناس كتير بتتكلم على 4-1 4-1. ايه الترند في العالم كله ولا 4-3-3؟ هو بيلعب 4-3-3 في الترانزيشن في الحاله الهجوميه، لكن في الحاله الدفاعيه هو حولها لل 4. ودايما العكس بيحصل لما بعمل لو بلوك انا بنزل لعيب تحت، فبدل ما هي 4-3-3 العالم كله بيعمل ايه يا كريم؟ بيخليها 4-5-1. العالم كله بيقلبها 4-5-1. لا، هو قلبها 4-1-4-1، طلع لعيب ساب سفيان مرابط، هو دايما الارتكاز والربط وكل حاجه بتتعمل قدام خط الدفاع في المنتخب المغربي، وحطه قدامه 4 وبعدين لعيب. ده اللي عمله وليد الرجراجي. هاتوا لنا الصوره تاني يا جماعه، خلوها معانا. ده اللي عمله وليد الرجراجي منذ بدايه البطوله. طيب ال 4-1-4-1 دي الحاله الدفاعيه، دي الوقفه ودي الاجاده. روح لي للصوره اللي بعديها عشان نشرح هو ايه اللي حصل، ايه الفرق ما بين النهارده، كيف فاز وليد الرجراجي بالمنتخب المغربي وشكل خطوره على المنتخب البرتغالي. بص، الدبل اب في كل حته في الملعب، في اي وقت الكوره مع المنتخب البرتغالي دبل اب على حامل الكوره، يطلع جواو فيليكس، يطلع كريستيانو بعد ما نزل، يطلع برناردو سيلفا، دبل اب، لازم في اتنين لعيبه على واحد حامل الكوره. الفريم اللي بعده، بص اللقطه دي لقطه عظيمه في النص جدا جدا جدا. برناردو سيلفا واقف مش عارف راح فين. هيروح فين؟ الاغرب انه مع هذه الكثافه وهذا التجمع، خمس لاعبين في مساحه صغيره جدا، لم يستحوذ البرتغال ويتمكن من اي مساحه النهارده طوال المباراه على المنتخب المغربي. في المقابل الفريق بقى اللي بيعمل التجمع ده كله، روح للفريم اللي بعده. بص دي الوقفه، رجعنا تاني لايه؟ لل 4-1-4-1، نفس الوقفه نفس القفل، مفيش لعيب كان بيستحوذ ابدا على المساحه، الاتجاه تحت الكوره، سفيان مرابط تحت الكوره. الفريم اللي بعده ده سفيان مرابط. قبل بس هقف هنا ثواني يا كريم، اتفضل. للمره الاولى اللي اشوفها في حياتي وهنتكلم عليها تفصيليا في اخر الحالات، يعني ان لعيب جوه ال 18 الكره جايه له في ضغط من المنافس ما بيشتتش. لا سفيان مرابط ما بيشتتش. لا مشتتش ايه دي؟ مش نازله معاه في الكتالوج. لا، ومباراه باسم منتخب بلدك هتوصلك كاس العالم في اخر دقيقه قدام منتخب قوي البرتغالي، فانا هتخض طبيعي. ايه الاعصاب دي؟ ايه الاعصاب دي؟ انا هقول لك بقى ايه الاعصاب دي، شرح فريم فريم. بس نعدي الفريم ده عشان دي هنشرحها تفصيليا، اللقطه بتاعه الكره دي هنشرحها تفصيليا. اللي بقى طبعا التحامات سفيان مرابط، يعني بارك الله فيه احسن يحصل له حاجه، يعني بارك الله فيه، افضل لاعب خط وسط بلا منازع في البطوله. سفيان مرابط بلا منازع بلا عاطفه بلا اي انحياز المنتخب المغربي، سفيان مرابط افضل لعيب مركز 6 في البطوله ككل في كل المنتخبات. اللي بعده نفس ال 4-1 و4-1 ترانزيشن. اللي بعده بص يا كريم، هنا المنتخب المغربي استحوذ على الكوره وخطف الكوره، والكوره في نص ملعب المنتخب المغربي. روح للفريم اللي بعده بص مساحه قد ايه، بص مين اللي لازم في وسط الملعب تحت، ده حكيم زياش سايب الجناح اليمين، فاتح اشرف حكيمي تحت في اقصى الصوره ناحيه اليمين، نجم البقى المخفي دايما سفيان بوفال، صاحب القدره على الترانزيشن العظيمه ايا كانت الضغوط. ادي المساحه الاولى جو. روح لي بقى للي بعديها، مساحه اكبر بكتير جدا. اللي بعده نفس الحال، مين اللي طالع هنا؟ صديق كريم المكرم عز الدين قناحي، رجل كل المواقف، رجل كل المواقف، متواجد في كل حته في الملعب، ترانزيشن موجود، بيدافع، بيفتح الملعب، بيهاجم، بيدخل جوه ال 18، بيعمل كل حاجه. بالمناسبه يعني خلينا واقفين على الصوره شويه، عز الدين قناحي ده كريم بيلعب في انجي، النادي الاخير في الدوري الفرنسي، مؤكد لن يبقى في انجي. طبعا مؤكد. بالمناسبه كمان زميله في نفس الفرقه هو سفيان بوفال، اثنين لعيبه، ده عنده 22 سنه. صح. عز الدين قناحي مؤكد لن يبقى في انجي، يستحق فريق اكبر بكتير. عز الدين قناحي واحد من نجوم المنتخب المغربي في هذه البطوله بلا شك، ومفاجاه وليد الرجراجي
للمنتخب المغربي في هذه البطوله. اللي بعده الفريم اللي بعده، بص مساحه قد ايه في ناحيه اليمين، بص اللي بعديها، وقف هنا بقى. دي هجمه المنتخب المغربي يا كريم، كام لعيب؟ سبعة لاعبين المباراه الاولى، بعد ما المنتخب المغربي حفظ تماما ازاي الوقفه الدفاعيه والشغل الدفاعي الذي لا يخترق، الدفاع الحصين تماما المنتخب المغربي، بدانا نشوف كده سبع لاعبين من المنتخب المغربي في الثلث الاخير للملعب على المنتخب البرتغالي، والمنتخب المغربي متقدم على المنتخب البرتغالي. سبع لاعبين، بص المساحه اللي ناحيه الشمال دي من الكاريتا، ونفس المساحه دي اللي اتكريت منها الجول اللي هيتعمل بعديها الكروس واللي هيتسجل. الفريم اللي بعده بص الترانزيشن من شويه كريم، جبت لك الكوره مع حكيم زياش في وسط الملعب، الراجل دخل جوه وراح عاكس الكوره عند سفيان بوفال. بص الراجل هنا بيعمل ايه، نفس القصه، حكيم زياش فاتح الملعب، عز الدين قناحي معاه الكوره، سفيان بوفال هو قاعد على الخط، قاعد لهم هناك، انا اللي هطلعكم بالكوره، عيشوا في الزحمه زي ما تحبوا، اشتغلوا زي ما تحبوا، حط لي الكوره ان شاء الله تكون نازله من الطياره، هعرف اوقفها واعرف اشتغل واعرف اطلعكم من ناحيه الشمال. الفريم اللي بعده نفس التحول عظيم، 3-2. النهارده وليد الرجراجي درس جديد، انا مش فريق راكن الباس وبكسب، بفضل اتعاد، بفضل قافل الملعب عشان اوصل بينالتيز، لا انا بعمل تحول بالشكل ده، 3-2 من المنتخب المغربي. وخلي بالك ده في شوط المباراه الاول، لان ناس كتير هتقول لك في الشوط الثاني المنتخب البرتغالي اندفع فبقى عنده مساحات، اللي راح منها بعد كده الانفراد بتاع شديره والانفراد بتاع زكريا ابو خلال اللي حب يعملها تشاب واتمسكت من ديجو كوستا، لكن هنا بتكلم على الشوط الاول، لسه مفيش اي اندفاعات. الشوط الاول والمنتخب المغربي طالع 3-2، ومن شويه كان 7-6. الفريم اللي بعده دول الثلاثه دول ليه متعلم عليهم يا كريم؟ فين حكيم زياش؟ صح، ده النهارده اللي كان بيعمله انه كان بيعتمد على خروج الكره على الاطراف والعمق، ملوش علاقه بيه نهائي. مدخل حكيم زياش راجل كنترولر دريبلر، بيعرف ياخد الكره يستلمها، مين اللي بينزل يستلم الكره النهارده؟ رابط. النهارده مفيش نايف اجرد، النهارده رومان سايز بيلعب مصاب، فكل كوره كان بيطلع ياسين بونو على نجم. انا في توقع وجهات نظر المنتخب المغربي يمتلك العديد من النجوم، اولهم بالنسبه لي هو وليد الرجراجي، لكن سفيان مرابط هو النجم الاسطوري للمنتخب المغربي في هذه البطوله، بيعمل كل حاجه في الكره. اذا اتكلمنا على اناحي وعلى جون المنتخب المغربي كلهم، مرابط بينزل يستلم، زياش نزل في النص، التفريغه بتاعت اشرف حكيمي فتحت الجبهه اليمين تمام بتاعت المنتخب المغربي. اللي بعده الفريم اللي بعده بص ده شكل لخروج المنتخب المغربي بالكوره يا كريم. كام لعيب من فوق بقى، من 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 الاباف فيو اباف فيو اللي اتعمل 2-4-5-3 من المنتخب البرتغالي، خروج وترانزيشن عظيم جدا النهارده، تطور للسلاح اللي عمله وليد الرجراجي، النهارده بقى كمان سلاح بيهاجم. الفريم اللي بعده اعتقد الفريم الاخير مساحه، ازاي تكاريت المساحه باقل نسبه من الاستحواذ باقل عدد من اللاعبين، الراجل ده باص واحد انفراد، وده اللي حصل مره واثنين وثلاثه في الشوط الثاني. تحيه لوليد الرجراجي النهارده، اداء عظيم جدا، تطور عظيم جدا جدا، احنا كنا متخوفين جدا من الغيابات ومن البدني، شيء عظيم جدا.